كنا انتهينا المرة اللي فاتت من First Order System Class. احنا هنتناول النهاردة in details ونخلصه ان شاء الله Second Order System Class، بحيث يبقى طبعا لو احنا عندنا Transfer Function يعني بتمثل System وبنقول انها Second Order، معناها ان هي في الستاندرد فورم Polynomial Over Polynomial، فيبقى Denominator Second Order، ونتناول الكلاس بحيث يبقى النيوميريتور زيرو اوردر، بحيث يبقى ما فيش زيروز ويبقى فيه تو بولز. فالكلاس اوف سيستمز دي بنقدر نحطها في ستاندرد فورم وهو الاتي، ان هو يبقى بالشكل ده. يعني لو دي اكس انبوت ودي اكس اوتبوت، الستاندرد فورم ده هو، مش عشان نكتب بس برضو براحتنا، دي اكس اوتبوت هيبقى الستاندرد فورم ده المتفق عليه هو، هنكتبه مع بعض دلوقتي. هو كي اوميجا ان سكوير على اس سكوير بلس تن ايتا اوميجا ان اس بلس اوميجا ان سكوير، بحيث ان كي واوميجا ان وايتا دول parameters of the system. فالبارامتر كي بيطلق عليه static gain of the system او steady state gain static gain، والبارامتر ايتا بيطلق عليه damping ratio واوميجا ان بيطلق عليه undamped natural frequency undamped natural angular frequency او frequency simply، بس بيكون in radian per second، يعني angular frequency radian per second. ف يعني لو احنا عندنا transfer function given لينا، ما بنقدرش نعرف هي دي موديل ثيرمال سيستم ولا لميكانيكال سيستم ولا نيوماتيك ولا هيدروليك، صح ولا لا؟ anyhow any transfer function من الكلاس دي بيتم توصيفها بالثلاثه بارامترز دول، وبنقول ان ايتا هي دامبنج ريشيو، يعني تيمنا بالميكانيكال سيستمز، ولكن مش شرط ان انا اكون بتناول ميكانيكال سيستم. ليه سموا أوميجا إن التسمية دي؟ هنقولها كمان شوية. وبالتالي لو إحنا عندنا transfer function ل second order system ل two poles and zero and ما فيش zeros يعني، وتكون بالشكل ده، يعني ناخد مثال وليكن أي مثال، يعني مثلا نقول هنا 5 وهنا 3 s square بلس 2S بلس 10، حاجة بالشكل ده. حد يقول لي بقى احنا عايزين يساعدنا، يعني عايزين نحطها في الستاندرد فورم اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو اللي فوق ده، يبقى ساعتها يبقى عايزين دكتور على 3 تبقى 5 على 3 فوق، ايوه، وتحت تبقى S 2 على 3 S بلس 10 على 3. طيب قبل ما اكتبها انت قولي لي، يعني هنكمل هنا، قولي لي بالنسبه للمثال ده الكي تساوي كام والايتا تساوي كام والاوميجا ان تساوي كام؟ الاوميجا ان هتساوي اسمه ايه ده، روت 10 على 3. ماشي، جذر 10 على 3. الكي بقى يعني مش معايا الكالكوليتر اللي جنبي دلوقتي، بس المفروض ان الخمسة على 3 دي هتبقى مضروبة، يعني 10 في كي بتساوي 5 على 3، فمنها هجيب الكي تطلع بكام؟ الكي هنا نقدر نجيبها باي سنس باعتبارها ستاتيك جين، لو حطينا اي اس بصفر فتطلع 5 اللي هي 0.5 يعني، صح؟ تمام. والايتا بكام؟
الايتا بقى هجيب بقى اللي هي الاتنين على تلاتة دي، هقول انها بتساوي اتنين في ايتا في اوميجا ان، فالاوميجا ان بتساوي 10 على 3. بس مش معايا كالكوليتر يا دكتور، مبعرفش احسب مخي اوي. مش مشكلة، يعني احنا عندنا 2 ايتا اوميجا ان المفروض اساويها بكام؟ ب2 على 3؟ 2 على 3. اه 2 على 3 صح؟ 2 تمام. على 3 الاتنين هتروح مع فده الاتنين. هيدينا ان ايتا هتساوي، ثانية، ايتا هتساوي يبقى اوميجا 1 على 3 اوميجا ان صح كده؟ اه صح كده، فاللي هي بتساوي 1 على 3 في الجذر 10 على ايه؟ على تمام. 3. هل 3 تطلع بره؟ لا تطلع جذر 3. المهم يا جماعة بالآلة الحاسبة هتطلع ايه؟ رقم صح زي ما زميلتك بتقول. فالمفروض في الحالة دي الكي هتتحط هنا اللي هي 0.5 صح؟ في الأوميجا إن سكوير اللي هي 10 على إيه؟ 10 على 3 أوميجا إن سكوير صح؟ وهنا أوميجا إن سكوير اللي هي 10 على 3 بلس 2 إيتا أوميجا إن اللي هي 2 على 3 كلها على بعض يعني إس بلس إس سكوير. إذا أي سكند أوردر سيستم يعني من الكلاس اللي إحنا بنتناوله ده نقدر نحطه في الصورة الستاندرد اللي هي إيه؟ اللي هي دي صح ولا لأ؟ دكتور طيب اتفضل. معلش حضرتك شرحت حاجة قبل الجزء ده عشان لسه داخل الميتنج مع لا لا لسه بادئين تقريبا، بس انا هقول لك اللي هو ايه. ثانية واحدة يعني بالنسبة للناس اللي لسه داخلة، احنا لسه بادئين بنتكلم ان احنا تناولنا المرة اللي فاتت First Order System Class. المرة دي بنتناول second order system class من النوعية ان في two poles وما فيش zeros، وبنحطها في الستاندرد فورم المتفق عليها، هي دي k omega n square على s square plus 2 eta omega n s plus omega n square. طبعا اي system ليه transfer function ال coefficients of the polynomials بتكون هي parameters of the system صح، واللي هي بتظهر as coefficients في differential equation model form. ففي التركيبه اللي هي الستاندرد دي يبقى البارامترز اف الماي لو سمحت، يعني البارامترز بتبقى الثلاثه بارامترز دول كي والاوميجا ان والايتا والتسميه او التوصيف بتاعهم زي ما انا كاتب هنا كده. يعني انا ممكن اقول لك سيستم ليه ستاتيك جين كذا ودامبنج ريشيو كذا واندامبد ناتشرال فريكوانسي كذا راديان بير سكند، يبقى انا كده اديتك الموديل ولا اديتك كده الترانسفير فانكشن صح ولا لا؟ طيب احنا عندنا بقى في الحاله دي عايزين برضو نمشي بشكل سيمبوليك مع الترانسفير فانكشن ان اتس ستاندرد فورم. ان احنا عندنا الترانسفير فانكشن هي كي اوميجا سكوير اس سكوير بلس ايتا اوميجا ان اس بلس ايه بلس اوميجا ان سكوير، وعايزين نشوف الايه التايم ريسبونس of this system ونعمل analysis ونوصف ال response using which specs بقى. ايه المواصفات اللي هنوصف بيها ال response؟ فلو انا عندي هنا x input وهنا x output واحنا في ال s domain وهنتناول بادئ زي بدء step input time response، بمعنى ان ال x input تساوي step of amplitude ايه b الشكل ده، طبعا الدروينج بتاعها يبقى ايه كده مقطعين اكس ان بي وادي الستيب امبليتيود بي، وهيكون المطلوب هو الايه الاكس اوتبوت بالتايم دومين شكله ازاي. فدي مساله انفرس لابلاس عاديه يعني صح ولا لا؟ لان احنا في الحاله دي هنقول ان اكس اوتبوت واحنا في الاس دومين بتساوي ترانسفير فانكشن في الاكس انبوت، فهتكون بي على اس دي اللي هي الاكس انبوت في الاس دومين في الكي اوميجا ان سكوير وتحت اس سكوير بلس 2 ايتا اوميجا ان اس بلس اوميجا ان سكوير صح ولا لا؟ ونعمل انفرس لابلاس. هنا بقى هنكتشف ان الانفرس لابلاس واحنا شغالين بيوزنج ذيس سيمبلز ان هنبدا نشوف زي ما انتم عارفين
باستخدام البارشال فراكشن لو عندنا كوادراتيك تيرم اللي هو ده، فممكن ان احنا نعمل له تحليل لقوسين كل قوس فيرست اوردر، او نسيبه زي ما هو على حسب طبيعه البولز، صح ولا لا؟ سوري، على حسب طبيعه الروتس يعني بتاع الكوادراتيك تيرم ده. لو طلعوا كومبلكس فاكرين نسيبها زي ما هي ونعرف ان في ساين وكوزاين، لو طلعوا ريال نحللها الى قوسين، ولو طلعوا كومبلكس نعمل اكمال مربع ونبدا ان احنا نشوف موضوع الساين والايه والكوزاين. اذا هنكتشف بقى هنا الجزء ده لو خدناه على جنب كده، ان التو روتس فاكرين القانون العام اللي هو ماينس بي اللي هو ماينس هنا 2 ايتا اوميجا ان بلس اور ماينس جاز تربيع لبي تربيع اللي هي 4 ايتا تربيع اوميجا ان تربيع ناقص 4 اي سي اللي هي 4 في 1 في اوميجا ان سكوير. كل ده مقسوم على ايه؟ على 2 ايه، يعني كل ده هنا على 2 وهنا ايه على 2. فهنلاقي ان ده ماينس ايتا اوميجا ان بلس اور ماينس، الاثنين دي تدخل جوه الجذر باربعه وتروح مع الاربعه اللي فوق، فتبقى جذر تربيعي لايتا سكوير ماينس ماينس اوميجا ان سكوير، لا ماينس واحد، وهناخد اوميجا ان عامل مشترك وتبقى هنا في اوميجا ان، صح ولا لا؟ صح. فهنلاقي ان طيب وجود كومبلكس روتس او ريال هيعتمد على قيمه ايتا بقى، على قيمه ايه؟ ايتا. ايتا لو كانت اكبر من واحد فبرضو هنكتشف كده بقى ان احنا عندنا الحاله العامه الايتا ان هي قد تكون بتساوي صفر او قد تكون بتساوي واحد او قد تكون اكبر من واحد او قد تكون واقع ما بين صفر وايه وواحد. دول الديفرنت فور كيسز يعني فور ايتا. وخلي بالك ان ايتا يطلق عليها ريشيو دامبنج ريشيو، بمعنى ان هي في الرينجز دي فعلا، لان الريشيو تساوي واحد. وليه سموها دامبنج ريشيو؟ هنقول كمان برضو شوية، باعتبار انها تساوي واحد هيكون معناه ايه؟ بتساوي صفر معناه ايه؟ ما بتساوي صفر معناه there is no damping يعني، صح؟ بتساوي واحد معناه ان احنا في critical damping، اكبر من واحد هيبقى معناها وجود over damping، وما بين 0 و 1 هيبقى معناها ان احنا in between، وده بيسموه under damping. under damped system او under damped يعني response. فلما نقول ايتا تساوي 1 ونشوف حتى هنا، ما خلي بالك اللي احنا بنحسبه ده هم فعلا البولز اوف ذا سيستم، لان البولز اوف ذا سيستم هتيجي من ان المقام بتاع ترانسفير فانكشن نساويه بالصفر ونجيب الروتس، صح؟ وهو سكند اوردر يبقى فيه تو بولز. فاحنا برضو كنا شفنا ازاي نعمل لوكاليزيشن للبولز اند زيروز ان ذا اس دومين. فحد يقول لي بقى كده في حالة، طبعا ده اللي انا برسمه هو الاس دومين، ان في ريال بارت وماجر بارت وده اس بلين وده 0 0 اوريجين. فلما تكون ايتا تساوي صفر فين مواقع البولز؟ حد يقول لي هتبقى على دكتور على الاكسس، هتبقى اون دامبد. طب ثانية واحدة هاخد اسمك بقى هجيب الورقة اللي بقى فيها الاسم. انت اسمك ايه؟ نوران اشرف. يبقى احنا فعلا لما ايتا تساوي صفر، انا قلت لما ايتا تساوي واحد، قصدي لما ايتا تساوي واحد فهيبقى فيه تو ريال روتس ريبيتد. فهيبقى هنا مثلا كده نمثلهم بالشكل ده، عند ناقص ايتا اوميجا ان، صح ولا لا؟ طيب لما يكون ايتا تساوي صفر، ايتا تساوي صفر التو روتس هيبقوا فين؟ على اكسس الجي اوميجا دوت. اما ايتا تساوي صفر، ايتا تساوي صفر الترم ده مش موجود، صح؟ وهنا
هتبقى جذر ناقص واحد اللي هي الجي نفسها، هتبقى بلس اور ماينس جي اوميجا ان. انت اسمك ايه يا عم؟ مروان عماد. ده مروان عماد. ففعلا زي ما زميلك قال، يبقى دي مواقع البولز هنا هتبقى ماينس جي اوميجا ان وجي اوميجا ان. طبعا انا هشاور هنا بس ان ايه، ان دي في حالة ان ايتا تكون تساوي زيرو، وده في حالة ان ايتا تكون بايه وان. طب لو كان ايتا اكبر من واحد، ايتا اكبر من واحد يبقى احنا عندنا التو روتس ار ريال اند ديفرنت، لان الترم ده هيبقى ريال صح. وماينس ايتا اوميجا ان يبقى هيضاف اليها جزء مره ومره ماينس، فممكن نلاقي التو روتس ايه، التو روتس سوري التو بولز يعني التو روتس هنا. فدي في حاله ايه، حاله ان ايتا تكون اكبر من واحد. طب لو ايتا ما بين صفر وواحد موجودين في الربع الثاني والثالث، يعني ايتا تكون اكبر من صفر بس اقل من واحد، معنى كده ان تحت الجذر ده نيجاتيف صح؟ ايوه. في الحاله دي يعني في الحاله دي ممكن نقول ايه، ممكن نقول ان تو روتس اس واحد واثنين بتساوي ماينس ايتا اوميجا ان بلس او ماينس، ونضرب اللي جوه جذر في ماينس ونطلع جي بره، اوميجا ان جذر فعل واحد ناقص ايتا نطلع صح كده. يبقى في عندنا هنا بقى ريال بارت بماينس ايتا اوميجا ان، وفي imaginary بارت مره بالبلس ومره بالماينس طبعا الترم ده. فيبقى مواقع البولز في الحاله دي اللي هي ايه، اللي هي هنا انا همثلها ايه، ممكن نعملها بلون مختلف، حتى ممكن نستخدم لون مختلف اللي هي ايه هنا صح. بس معلش، هي تبقى طبعا جذر واحد ناقص تربيع اقل من الواحد برضو، فالمفروض تبقى تحت هنا، بس احنا كأن دي اربع رسمات مختلفة يعني. اوكي، يبقى الجزء ده عند جي اوميجا ان جذر تربيع الواحد ناقص ايتا تربيع، وده عند ماينس ايه، ماينس جي جذر اوميجا ان جذر تربيع الواحد ناقص ايتا تربيع، ودي في حالة ان ايتا تكون ما بين صفر وايه وواحد. فتعالى ندرس بقى السيستم في فور ذيس فور كيسز. يبقى احنا دلوقتي هنقول ان ايتا تساوي ايه صفر، الريسبونس هيبقى شكله ازاي. ايتا تساوي صفر معناه ان اكس اوتبوت واحد اكس هتساوي بي ولا بي الاول بي كي صح، اوميجا ان سكوير على اس سكوير بلس ايتا بصفر خلاص، يبقى اوميجا ان سكوير وفي اس هنا طبعا صح، ده بي على اس. نعمل انفرس لابلاس، فده هيدينا احنا هنعمل بارشال فراكشننج صح، هنعمل بارشال فراكشننج. فدي تبقى مساله عندكم في البيت يا جماعه، يعني دي لما نيجي نعمل partial fractioning فهنقول ان الكلام ده بيساوي بيساوي a على s plus s square plus omega n square. طبعا لما نيجي نقول ان ده quadratic term ونجيب الروتس هيطلعوا complex صح، اللي هو بلس وماينس جي اوميجا، فنسيبها زي ما هي ونعرف ان هيبقى فيه ساين وكوزاين ونعمل اكمال مربع، فهتبقى زي ما هي. طالما ده سكند اوردر يبقى اللي فوق في البارشال فراكشننج يبقى ايه فيرست اوردر، ومش هستخدم بقى بي، هستخدم سي اس بلس اي بلس دي، لان البي كنا حجزناها للامبليتيود اوف ذا انبوت ستيب صح كده. هنقدر نجيب الاي والسي والدي، وفي النهايه هيطلع لنا الـ X output في time domain بيساوي BK في واحد ناقص كوزين أوميجا N T.
طب احنا عايزين برضو يبقى عندنا مهارة ايه؟ مهارة الـ sketch of the response. لو انا عندي response زي ده وعايز اعمل له sketch نعمل ايه؟ انا عندي هو التايم وادي اكس اوت اوف تي وادي اللحظه 0 وهنا 0 هرفلكت الكيرف بتاع الكوزاين على الاكس اكسس وهشيفت واحد فوق وبقول واضرب كونستنت هنا دلوقتي عندنا عند اللحظه 0 الاكس اوف 0 بكام؟ زيرو. برافو عليك. طيب بعد كده هنا هي دي كوزاين بيور كوزاين يعني سستند اوسيليتر ريسبونس صح؟ فهيبقى تبقى كلها فوق ال التايم اكسس عادي اقول لك المهم بقى الكوزاين دي نفسها ممكن تبقى مينيمم ماينس 1 وماكسيمم بلس 1 فلما تبقى بلس 1 الكلام ده كتير ولما تبقى ماينس 1 هتبقى باتنين صح؟ اه فتوصل ماكسيمم اذا ماكسيمم هنا عندنا ايه؟ عندنا 2 يعني ماكسيمم هنا 2 اي كي من دي كي والمينيمم فاليو اوف اكس اوت بوت كام؟ 0 صح؟ لان دي ليه لما تبقى بلس 1 ماكسيمم هتبقى النتيجة الكل 0 ومينيمم ماينس 1 فهتبقى ايه ب 2 هي الفكرة بقى واحنا بنطلع هنا هنطلع والميل المماس بصفر ولا ميل المماس بما لا نهاية ولا بأي قيمة بحيث نطلع ازاي فاكرين حكاية ان احنا نطلع ازاي دي هتعتمد على التفاضل عند اللحظة 0 التفاضل عند اللحظة 0 بكام تفاضل عند زيرو ليه؟ زيرو ما اه صح بزيرو ليه؟ لان الواحد ده تفاضله بصفر والساين وكوزاين تفاضلها ساين وساين زيرو بزيرو صح كده يبقى احنا هنطلع كده ايه واحنا في ايه من المماس بصفر المهم احنا هنكتشف ان هي بالشكل ده بقى لأنها بيور يعني كوزاين ومطروحة من واحد وده معناه إن بيبقى فيه بيور أو سستيند أوسيليتر ريسبونس أراوند إيه بقى؟ أراوند البي كي اللي هي الفاينل فاليو اللي كنا نتمنى إن إحنا نوصل لها صح ولا لأ؟ فده بيسموه طبعاً إيه؟ أندامبد ريسبونس هتكتبها عندك بقى أندامبد ريسبونس بمعنى إن الدامبنج يساوي زيرو يعني مفيش زيرو كمان هتكتشف ان لو احنا خدنا مثلا ما بين بوتوم وبوتوم او ما بين قاع وقاع يعني بيسموها بالعربي كده او ما بين ايه توب وتوب فالمفروض دي تكون عباره عن ايه السايكل تايم ولا لا السايكل تايم دي كده صح ولا لا دي اللي انا بدور عليها دي هو سايكل تايم لا دي نصها اه ولا ايه نصها لا السايكل تايم كامله السايكل كامله صح طيب بكام بقى حد يقول لي واحد على 2 باي اوميجا 1 باي على اوميجا ان اه عندنا اوميجا ان اهم عشان ما نطلع بتساوي 2 باي على السايكل تايم يبقى السايكل تايم ده هو 2 باي على ان 2 باي على اوميجا ان صح وبالتالي عشان كده بقى بيسموا اوميجا ان دي undamped natural angular frequency صح ولا لا لان اوميجا ان دي بتساوي 2 باي اف اساسا فالفريكوانسي لو ضربناه في 2 باي بيدينا angular frequency طبعا دي معلومه اساسيه عندكم يعني معروف من هنا جت تسميه ان اوميجا ان هي فعلا as a parameter of the system undamped natural frequency undamped لان لما يكون اوميجا لما يكون ايتا بتساوي صفر ال period of oscillation او يعني ال frequency هو ك angular frequency هو فعلا اوميجا ان هل واضح كده من هنا التسميه undamped natural ايه angular frequency
طيب دي يبقى دي الحالة دي خلصناها كده. طب لما نيجي نتناول ان ايتا تساوي واحد يبقى في الحالة دي x output of s بتساوي هيكون bk برضو bk omega n square على s square plus ايتا بتساوي واحد فتبقى اتنين بقى omega n s plus أوميجا إن سكوير وهنا في إس بتاعت الستيب الإنبوت ستيب فالكلام ده يساوي بي كي أوميجا إن سكوير على إس دي بقى لو شفنا إحنا التو روتس أو التو بولز إحنا كنا شفنا إن هما تو ريبيتد مش هو هنا هتبقى الأوبوت هيبقى على شكل كي في إي باور إس 1 تي بلس كي 2 في تي إي باور إس 1 تي اللي هو من الجداول قصدك يعني صح؟ إيه؟ من الجدول يعني؟ لا مش لازم جدول يعني هو هنا هيبقى تو ريبيتد بولز فيعني هو هيبقى إي باور إس 1 تي والتاني هيبقى مضروب في تي بس كل سكوير صح؟ هتبقى كده فبرضه هنعمل ايه هنعمل partial fractioning دي تبقى problem عندك في البيت من هنا هيطلع لنا ان x output في time domain انت مليني بقى bk ايوه هتبقى bk واحد ناقص يقص minus omega nt واخدينها عامل مشترك يعني ما بينها ما بين الترم الثاني اللي هو أوميجا إن تي هتبقى بالشكل ده يعني في البيت هتشتغل فيها هتطلع بالشكل ده إن شاء الله خلاص الكلام ده على فكرة مشروح إن ديتيلز في التو ريفرنسز اللي أنا مديه لكم يعني في أوجاتا والريفرنس الثاني طيب برضو لو إحنا حبينا نعمل سكتش بقى للريسبونس ده هيطلع شكله إزاي x out of t لما تكون t بتساوي صفر x of t بتساوي كام x out of t بتساوي كام زيرو لان دي زيرو دي واحد واحد ناقص صح زيرو ولما t تكون بما لا نهاية bk هنروح للbk وطيب هنروح لها برضو ازاي هنطلع ازاي فنعمل برضو ايه نجيب التفاضل عند اللحظة زيرو نجيب التفاضل ونعوض عن تي تساوي زيرو الحقيقة لو عملت كده برضو ودي بروبلم بسيطة طبعا دي لما نيجي نعملها نقول بقى الاول في التفاضل التاني زي التاني في التفاضل الاول والشغلانة دي ونعوض بتي بتساوي صفر هتلاقيها بتساوي صفر يعني غير الاكسبوننشال ريسبونس فده معناه ان انت لازم ايه تطلع بالشكل ده تطلع بالشكل ده و وتروح جراديوالي للفاينل فاليو بالشكل ده يبقى ده ساعتها الـ second order system of this class اللي احنا بنتناوله response under input step of amplitude b والstatic gain k فعلا هو بيروح بالشكل ده طيب لما تكون يبقى انا لو عملت تجربة عملية للسيستم وطلع لي الريسبونس كده مش هقدر اقول ان هو first order system لان الـ first order system التاني بيكون بالشكل ده لو بالشكل ده طيب احنا عندنا دلوقتي الحالة الثالثة اللي هي اكبر من واحد يبقى في الحالة دلوقتي احنا عندنا x out bk omega n square على s دكتور معلش في الابلاغ احنا قلنا اكبر امبيلتي هي bk ليه قول تاني كده في اللي قبلها ايوه عند الحاله اللي هي تساوي صفر يعني لا عند ايكوال انفينيتي ليه تروح للبي كي لان لما تي بتساوي ما لا نهايه الترم ده بتساوي صفر رغم ان الترم ده كبير جدا طبعا لكن صفر في اي حاجه بصفر مش هتبقى اندي فايند يعني ايه لا, لا 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 صفر في اي حاجه في يعني صفر في ما لا نهايه بصفر يعني زيرو في اي حاجه whatever it is بصفر ايوه تمام اوكي المشكله بقى في صفر على صفر او ما لا نهايه على ما لا نهايه تمام ف
فانت عندك هنا الحالة ريسيف اكبر. دكتور صح كده الريسبونس ده انت الدمبت؟ الريسبونس ده بقى بيسموه كريتيكال دمبت. لان ايتا لما تكون بواحد معناها ان الدمبنج ريشيو از وان. هو الريشيو ده الحقيقة هيكون معرف ان هو الدمبنج of the system مقسوم على critical value of the damping. انتوا فاكرين في الميكانيكال سيستمز طبعا احنا بنتناول هنا اي سيستم صح، لان الترانسفير فانكشن دي بتاعت اي سيستم، لكن ريفيرنج للميكانيكال سيستم كمصطلحات احنا عندنا دامبنج كوفيشنت لو فاكرين بالنسبه للدامبنج فورس اللي هو كان بنسميه دايما رمز بي كده او احيانا يسموه اف يعني، فهو دامبنج كوفيشنت وخلاص. مش فاكرين انتوا ان الدامبنج فورس كانت عباره عن دامبنج كوفيشنت في الاكس دوت او في السرعه يعني؟ ففي دامبنج كوفيشنت محدد لو موجود بيبقى الريسبونس كريتيكال دامبنج، فيبقى اذا الريشيو ساعتها تساوي 1. ليه؟ لان الريشيو هنا معرفه ان هي الريشيو ما بين الدامبنج كوفيشنت مقسوم على الدامبنج كوفيشنت كوزنج ذا critical damping. Anyhow فالresponse ده هيكون شكله كده. انا متوقع هنا الحقيقة لما تكون ايتا اكبر من واحد برضو يبقى الدامبنج زاد، يبقى مش هيبقى فيه اي oscillations برضو، لكن الresponse هيبقى ايه شبه ده بس ايه slower than this صح؟ هيكون slower than this. فانا متوقع يعني ان شكله هيكون ايه، شكله يكون كده صح؟ يعني دي في حالة إن إيتا تكون بتساوي واحد، ودي أكيد إيتا أكبر من واحد. إزاي بقى الريسبونس؟ يعني مش هيبقى فيه ساين ولا كوزاين في الريسبونس. ليه؟ لأن إحنا عندنا ساعتها الإيتا دي أكبر من واحد، فيبقى two roots are real، ونقدر نعمل تحليل إن الترم ده S minus الروت الأولاني مضروب في S minus الروت الثاني، ويبقى فيه هنا ثلاث ترمات بقى صح ولا لا؟ ثلاث ترمات بالبارشال فراكشنينج، وهنا A و C و D، وهنا S، وهنا S ماينس الروت الأولاني، وهنا S ماينس الروت الثاني. فيبقى فيه عندنا E أس ماينس حاجة و E أس ماينس حاجة، وهنا إيه الستيب كإنفرس لابلاس يعني، والA و C هنقدر نجيبهم. فالريسبونس الحقيقة هيبقى شكله هيبقى شكله بالمنظر بتاع x تساوي e k برضو واحد ناقص هنا بقى هيبقى واحد ماينس كوس كبير كده، كوس كبير كده الكوس ده جواه هتلاقي نص زائد إيتا على 2 بس تكبير إيتا ماينس 1، يعني الحل إن سيمبلز يعني كل ده إي أس ماينس إيتا بلس بس تكبير إيتا سكوير ماينس 1 أوميجا إن تي بلس نص ماينس إيتا. طبعا احنا مش هنحفظ الكلام ده، ممكن تشتقه بسهوله من خلال ايه البارشال فراكشننج يعني ماينس قصدي كاس تربيع الايتا تربيع ناقص واحد بي اس ماينس ايتا ماينس كاس تربيع الايتا تربيع ناقص واحد في اوميجا ان تي. انيهاو فهتلاقي برضو نفس المفهوم برضو، ان احنا لو جبنا التفاضل وعند الصفر هتلاقي بصفر، معنى كده ان احنا بنطلع ايه بنطلع والسلوب يساوي زيرو of the tangent عند اللحظة زيرو، وهنلاقي ان مفيش اي ساين ولا كوزاين مفيش oscillation، وهتلاقي ان عند t بتساوي ما لا نهاية الريسبونس بيودينا لايه للفاينل فاليو بي كي. بس هنكتشف لو احنا رسمنا الكريتيكال دامبد ريسبونس والاوفر دامبد ريسبونس هنلاقي ان الاوفر دامبد سلوور زي ما انتم شايفين خلاص، يبقى ده في حاله ان انت تساوي واحد كريتيكال دامبد ريسبونس وده اسمه اوفر دامبد ريسبونس.
نتناول بقى الحالة اللي هي عايزة برضو analysis أكبر، إن إيه أكبر من زيرو وأقل من واحد. في سؤال؟ اتفضل. كيف الأحمر؟ اللي فوق ده خالص؟ ده في حالة أنا بقول لك إن يكون السيستم first order ويكون الريسبونس اكسبوننشال، يعني ده مش معانا هنا صح؟ الريسبونس ده مش معانا في الحالة بتاعتنا. لما يكون بقى إيتا أكبر من صيرو وأقل من إيه؟ من واحد، دي فيها صعوبة شوية. ليه؟ لأن هنا هيبقى الكوادراتيك تيرم لازم نسيبه زي ما هو ونعمل إكمال للمربع، صح؟ ثانية واحدة خليك معانا. ادور على ورقة عندي كنت كاتب فيها مثال نتناوله ايه؟ نتناوله مع بعض. فلو مشينا بسيمبلز عادي، يعني دي موجودة عندكم حتى في الكتاب، يعني احنا ممكن نمشي بالسيمبلز دي ونعمل partial fractioning برضو ونسيب الكوادراتيك تيرم زي ما هو ونعمل اكمال مربع. لكن تعالى نتناول الحالة دي بمثال نيوميريك، يعني نيوميريك اكزامبل، واللي هيسرع عليه نقدر نمشيه على السكند اوردر سيستم يوزنج سيمبلز بالنسبه للبارامترز، يعني نمشي بكي واوميجا ان وايتا. فانا لو عندي ترانسفير فانكشن كمثال بقى، نقول اكزامبل هنا عندي ترانسفير فانكشن سكند اوردر من الكلاس اللي احنا بنتناوله 4 على 2 اس سكوير بلس 4 S بلس 8. حد يقول لي في المثال ده إيتا بكام؟ Dx input و Dx output، والX input كانت step of amplitude 3 مثلا. إيتا بواحد؟ إيتا بالنسبة لنا هنا بواحد؟ أيوة. 2 على جذر 8. 2 على جذر 8؟ واحد. نص يا دكتور، نص عادي. نص كام في الاخر؟ واحد يا دكتور. نص يا دكتور. نص. طيب 1 اوفر روت 8، 1 على روت 8. يعني نص الاخر. نص يعني بنص بنص. نص دي بتحقق الحاله ان هي اكبر من 0 واقل من 1 ولا لا؟ وده معناها ان الروتس كومبلكس، وده معناه ان احنا ايه هنتعامل معاها ان هيبقى فيه ساين وكوزاين، صح ولا لا؟ فاذا الكوادراتيك تيرم مش هعمل له تحليل بقى، وهتعامل معاه عن طريق اكمال المربع. ففي الحاله دي اكس اوت واحنا في اس دومين هتساوي 6 على اس سكوير على اس في اس سكوير بلس من S بلس 4. كده صح يا جماعة؟ لا. هتضرب transfer function في 3 على S. الكلام ده هنعمل partial fractioning هيساوي إيه على S بلس CS بلس D على S سكوير بلس 2 S بلس 4، وهنجيب C وال D وال A. هتطلع في الآخر خالص الـ A دي بواحد ونص على S ماينس واحد ونص S. ما احنا ممكن نخليها ايه؟ طيب هعملها على خطوتين عشان ما تلخبطكوش. واحد ونص بلس ايه؟ بلس ثلاثة على S سكوير بلس 2 اس بلس 4. طبعا ده معناه ان السي طلعت بايه؟ حد يقول لي؟ ده معناه ان السي طلعت بناقص 1 ونص.
ودي طلعت بكام؟ حد يقول لي. نيجاتيف 3. برافو عليك. مين اللي قال نيجاتيف 3 في الاول؟ محمود. محمد محمود. محمود. وانا قلت برضه دكتور يعني هو صاحي برضه يعني انا هاخد اسم واحد بس انت جاوب عليا في سؤال تاني ولا حاجه. ف طيب دي بقى هنحطها في الصوره ان هي 1.5 على اس ماينس والترم ده نفكه ايه الى ترمين يبقى هنا ماينس وهنا ايه ماينس. طيب يبقى هنا المقام اس تربيع زائد 2 اس بس وهنا نعملها برضو على خطوتين مش مشكله. او هقول لك على حاجه عشان نوفر في الوقت. المقام ده هنحطه في صوره يبقى اس بلس نص الكوفيشنت بتاع اس هنا اللي هو 1 صح. ودي لو كنت تبقى اس سكوير لو اتنين اس بلس 1. ايه المايك عندك يا صاحبي؟ هيتبقى هنا من الأربعة كام؟ ثلاثة. الثلاثة دي هنحطها في صورة جذر ثلاثة سكوير ولا لا؟ أيه. يبقى المقام أصبح S بلس واحد سكوير بلس جذر ثلاثة سكوير هاي. النيوميريتور بقى هنا هنا المفروض فيه 1.5 فهتلاقي هنا فيه 1.5 هنحطها في شكل S بلس إيه؟ بلس 1 هيتبقى هنا ايه حد يقول لي؟ 1.5 هيتبقى 1.5 برافو عليك. انت مين بقى اسمك ايه؟ سلمى حامد. طب اكتب اسمك. سلمى. طيب دلوقتي يبقى في هنا 1.5 الواحد ونص دول هنحطها في الصورة دي يبقى هنا في ماينس 1.5 وهنقسم على جذر 3 ونضرب في ايه في جذر 3. التركيبة دي زي ما انت شايف هتدينا ساين جذر 3 تي صح مضروبة في اس ماينس تي عشان الشيفت فيها واحنا في ايه كبروبرتي من لابلاس ترانسفورم تمام كده. والتركيبة دي طبعا هتدينا كوزاين فيبقى في الحالة دي مباشرة بقى هو اكس اكتر تساوي 1.5 والواحد ونص دي هاخدها عامل مشترك كمان من التلات كلمات فهنا يبقى في 1 ماينس وهنا اي اس ماينس تي كوزاين ايه كوزاين جذر 3 تي ماينس 1 على جذر 3 صح ولا لا؟ 1 على جذر 3 ساين جذر 3 تي لان انا خدت الواحد ونص دعم مشترك من الثلاث ترمات فبقى فيه هنا 1 على جذر 3 ساين جذر 3 تي. فاهمين كده يا جماعه صح ولا لا؟ طيب هناخد بس ناقص يا جماعه حد بقى حد يبقى فاهم معايا ناقص ترم ايوه يبقى هنا 1 على جذر 3 يوس ماينس هنرجع ناخد يوس ماينس تي ما بين الترمين دي وافتح قوس كوزاين جذر 3 تي بلس بقى 1 على جذر 3 جذر 3 تي. طيب احنا يعني نقدر نحط انتوا عارفين حكاية ساين كوزاين بلس كوزاين ساين هي ساين مجموع زاويتين صح؟ فالترم ده كله اللي جوه القوس الأقواس العادية دي عايزين نحطه في صورة A ساين مجموع زاويتين طبعا الزاوية هتبقى جذر 3 دي إحدى زوايا بلس زاوية تانية وليكن فاي يبقى الـ A بكام والـ Phi بكام
حد يعرف يعملها لنا؟ الاب روت 1 بلس 1 اوفر 3 هي كده روت 1 زائد 1 على 3 يعني كل يعني 1 زائد 1 على 3 كلها تحت الروت ده هيبقى ال a الفاي هتبقى تان انفرس روت 3 الاب بتساوي كام؟ 2 على روت 3 يا دكتور روت 1 زائد 1 على 1 زائد 1 على 3 كلها تحت الروت طب الفاي بتساوي كام؟ مين اللي قال 30 درجه 30 ديجري ايوه انا 30 درجه جبتها ازاي 30 تان انفرس 1 على 3 1 على روت 3 يعني 1 ماينس 1 على جذر 3 ولا جذر 3 1 على جذر 3 اعتقد ما انت تحسبها لنا جذر 3 جذر 3 يا دكتور الكلام ده صح والكلام ده صح طيب هل هل في حد قاعد معانا مش عارف جت منين ده يا دكتور معلش لو حضرتك توضح اكتر هو زمايلك هنا ممكن يكون جابوها يعني باي انسبكشن كده ولكن يعني بالحسابات احنا بنقول ان الترم ده هو ايه وافتح قوس الساين دي هي ساين جذر 3 تي صح كوزين فاي بلس ايه بلس كوزين جذر 3 تي ساين فاي ولا لا ساين كوزين بلس كوزين ساين اللي هو ساين مجموع زاويتين دول دي هي ايه كوزين فاي ايه هاتها يعني طبعا لو جبنا الترم ده قبل ده عادي يعني صح لا يبقى ايه كوزين جذر 3 تي ساين فاي بلس ايه ساين جذر 3 تي كوزين فاي فانت لو قارنت الكلام ده لو قارنت الكلام ده بإيه بده ده كل الترم ده بالترم ده فهيطلع الـ A بكام سوري هيطلع الـ A الـ A sin phi يساوي واحد ولا لأ يعني A sin phi يساوي واحد انت هتقارن الكوفيشن بتاع كوزين بالكوفيشن بتاع كوزين والكوفيشن بتاع sin بالكوفيشن بتاع sin صح؟ وهتلاقي ان الاي كوزين فاي بيساوي كام واحد على جذر 3 نحل بقى المعادلتين دول في المجهولين فاي والاي فلو احنا ربعنا الطرفين هنا وربعنا الطرفين في المعادله الثانيه وجمعنا المعادلتين فيديك اي ساين سكوير فاي بلس اي لا اي سكوير سكوير ساين سكوير فاي هتساوي ايه واحد هيساوي واحد تربيع اللي هو واحد دكتور ما نقسم المعادلتين على بعض ويطلع لي تاني ايه نقسم المعادلتين على بعض ويطلع لي تاني دي حاجه ثانيه بقى لما نجيب الفاي ما احنا لما هناخد ايه عامل ايه تربيع مشترك هنا الساين تربيع زي الكوزين تربيع بواحد فيطلع لك ان الايه بتساوي الجذر تربيع الايه جذر تربيع الواحد وتلت اللي هي جذر التربيع الأربعة على ثلاثة اللي هي اتنين على جذر ثلاثة صح؟ ولو قسمنا رجعنا قسمنا المعادلتين على بعض هيطلع لنا إن تان فاي يساوي جذر ثلاثة ولا لأ؟ يبقى هيطلع لنا إن فاي تساوي تان ماينس وان جذر ثلاثة أي النتيجة اللي هي زمايلك وصلوا لها معرفش إزاي بسرعة اللي وصلها بسرعة ازاي؟ قانون يعني قانون كنا اخدينه في الداتا دكتور تمام القانون بيقول جذر لو عندي معاملين مثلا اللي هو الـ A1 بتاع الساين والـ B2 بتاع الكوزين ف
بنقول جذر ايه تربيع زائد بي تربيع، دي اللي جبنا لها 2 على روت جذر 3. انت كنت فاهم جه منين ولا انت دلوقتي فهمت ولا؟ تمام يا دكتور. تمام اوكي خلاص. عموما احنا جبنا كده ال A والفاي، بحيث يبقى نقول لو رجعنا تاني، لو رجعنا تاني للصورة دي، يبقى هنقول في الحالة دي x out of t بيساوي 1.5 في 1 ناقص e أس ماينس t، والa بقى اللي هي جذر 2 على 3 اللي هي 1 ناقص 2 على جذر 3، وهنا ساين جذر 3 ايه t plus 5 اللي هي 10 minus 1 جذر 3 بس كده. طيب احنا عايزين نرسم، نعمل سكتش للريسبونسز. يبقى دي تي والاكس اوت اوف تي، حد يقول لنا برضو عندي تي تساوي صفر، الاكس اوت اوف تي بتساوي كام؟ واحد ونص. ما انت ما تستعجلش، احنا عندنا، شوف يا سيدي، احنا عندنا لما نقول جذر 10 ماينس 1 جذر 3 الزاويه دي احنا سميناها فاي، اقفل بس المايك. الزاويه دي كنا احنا اساسا سمينا فاي، فاحنا لو عملنا مثلث خارجي كده والزاويه دي فاي، اقفل المايك. وطبعا ده مثلث قائم زاوية هنا، وقلنا ان دي جذر الثلاثة وهنا واحد، الدياجونال ده هيبقى قد ايه؟ جذر تربيعي للاربعة اللي هو اتنين. بالظبط كده. فلما احنا نقول تي تساوي صفر، فيبقى الساين هتبقى الساين بتاع الزاوية اللي التان بتاعها جذر ثلاثة، اللي هي جذر 3 على 2 ولا لا؟ جذر 3 على 2. في 2 على جذر 3 خلاص هيروح مع بعض، و اي اس ماينس 0 اللي هي ب 1، 1 ناقص 1 ب 0، يبقى واضح ان هي تساوي 0 ولا لا؟ ايوه. برضه هنطلع ازاي؟ حد يعملها لنا بقى في البيت ولا حاجه، ان هنجيب التفاضل بتاع الكلام ده ونعوض عند اللحظه 0، هيطلع برضه 0، معنى كده ان احنا اكيد هنطلع ايه؟ هنطلع كده. طيب عند تي بتساوي ما لا نهاية، برضو دي صغيرة، هتبقى 1.5 اللي هي الفاليو ايه؟ 1.5. طيب هل احنا بقى هنروح لها بالشكل الجراديوال كده زي الاوفر دامبد او كريتيكال دامبد، ولا هيبقى فيه اوسيليشنز؟ انا طب ارسمها ازاي؟ طيب حد يساعدني، هتبقى شكلها اندر دامبد، اللي هو ايه الشكل الاندر دامبد ده؟ هيبقى بيطلع كانها ساين ديكينج. ما انا مش عارف، يعني افترض ان انا مش عارف شكل الاندر دامبد. دكتور دكتور هيبقى في اوفر شوت كده في الاول بعد كده، يبقى انا يعني اذا في رسمه زي دي او سوري زي ده افكر ان انا هجيب النهايات العظمى والصغرى، صح؟ واشوف اول نهايه عظمى فين، واول وثاني نهايه عظمى فين، والصغرى برضو، واوصل ما بينهم. يعني انا فاحنا لما نيجي نعمل تفاضل للكلام ده ونساوي بالصفر، هيطلع كم حل؟ عدد لا نهائي من الحلول. فنجيب اول حل اللي هو اول بيك، طبعا ما هو ممكن يبقى اول حاجه اول اندر شوت او اوفر شوت. اوفر شوت دي معناها كان احنا بنتكلم على بيك نهايه عظمى، واندر شوت هنتكلم على نهايه صغرى.
ففي عندنا عدد لا نهائي من النهايات العظمى والصغرى. فلما نجيب اول ما احنا خلي بالك لما نعمل تفاضل ونساوي بالصفر ونحل المعادلة دي هيجيب لنا كل الحلول اللي هي بتدينا المينيما والماكسيما. علشان اعرف ان ده ماكسيما المفروض اجيب التفاضل الثاني واقول ان هو نيجاتيف صح، والمينيما يبقى التفاضل الثاني يكون بوزيتيف صح. دي شغلانة يعني، بس احنا لو عملنا كده هنكتشف ان اول نهاية عظمى اكبر من 1.5 واول نهاية صغرى اقل من 1.5، فاكيد ان احنا بنعمل ايه overtaking للواحد ونص واندرتيكينج، يعني بنتقاطع معها واحنا طالعين واحنا نازلين. فده يخليني اقول ايه، لو انا وصلت النهايه الصغرى والعظمى باللاين ده يبقى ده معناه، واحنا بنمشي برضو جرادوال كده، معناه ان الريسبونس هيبقى شكله ايه، هيبقى شكله كده. هو ده اللي خلانا ارسمه كده يعني، ان اكيد اول نهايه عظمى هتطلع لو احنا عملناها بقى فعلا تفاضل، وقلنا الاول في تفاضل الثاني وزائد الثاني في تفاضل الاول الكلام ده وسوينا بالصفر ونحل، هنقدر ان احنا نشوف ان الرسم كده. طب النهايه العظمى دي كام هنشوفها كمان شويه، النهايه الصغرى دي كام، دي كام، هنشوف ازاي نحسب الكلام ده كمان شويه. لما نوصله بالشكل ده جراديوال وفي ساين يبقى الريسبونس ده بنسميه اندر دامبد ريسبونس. تمام. طيب لو على نفس الرسمه دي، دي طبعا فور سيرتن ايتا، لو احنا عايزين نتكلم على ايتا تكون اقل من النص، مش هي في المثال ده ايتا بنص، طب لو ايتا بربع الرسمه هتكون ازاي؟ الرسمه ممكن تكون الاوسيليشنز هيبقى الامبليتيود بتاعها اكبر في الاول. برافو عليك، انت اسمك ايه؟ خالد نجاح. طب قلت ليه كده يا خالد؟ قلت ان الامبليتيود بتاع الاوفر شوت هيكون يعني اكبر من الرسمه دي. قلت ليه كده طيب؟ ما علشان كل ما لقيتها بتصغر انا كده بتجي ناحيه الاندامبد. يعني اكبر امبليتيود اكبر اوفر شوت قصدي هو 1.5، مفيش اكبر من كده، لان ساعتها عندها ايتا تساوي صفر. لما قلنا ان هو الماكسيمم 2 بي كي، ما دي الفاينل فاليو. كده يعني هو انا متصور لو في مثال اخر ايتا بربع مثلا ممكن نبقى ايه الايتا دامبنج كوفيشنت، فالاوسيليشن هيزيد، مش يعني هنوصل لنفس الاوفر شوت بس هيغير لونه ليه كده مش عارف. المهم يعني يطلع زي ما يطلع، بس الاوفر شوت اكتر صحيح زي ما انت قلت. وهتلاقي الفريكوانسي بيزيد ولا بيقل، تعالى ندرسها بقى قبل ما نجاوب على السؤال ده. ان احنا لو مشينا بالاسلوب ده يا جماعه، لو احنا مشينا بالاسلوب اللي انا لسه ماشي بيه ده، واحنا ماشيين بالكي والاوميجا ان والايتا، هيطلع في النهاية الريسبونس شكله كده بالشكل العام for any eta omega n and k. هو ان x out of t بتساوي bk 1 ناقص، استنى بقى، p اس ماينس eta omega n t عجاز التربيع الواحد ناقص إيتا سكوير ساين أوميجا إن مجاز تربيع الواحد ناقص إيتا سكوير تي بس تن ماينس ون مجاز الواحد ناقص إيتا سكوير على إيتا، كل ده اللي هو إيه الجوة الساين وادي القصه. تمام. ال 10 ماينس 1 جذر 1 ناقص سكوير على ايتا، الزاويه دي سميناها فاي. الاوميجا ان جذر 1 ناقص ايتا سكوير ده اللي هو الانجولار فريكوانسي، ما احنا بنقول ساين اوميجا تي عموما،
فالأوميجا هنا اللي هي الأنجلر فريكونسي هو أوميجا إن جذر واحد ناقص ثيتا سكوير، ده هنسميه اختصارا أوميجا دي، حيث أوميجا دي بقى هيطلق عليه إيه؟ ليه سموه سافكس دي؟ اسمه له فايبريشن فريكونسي يا دكتور، عشان يا دكتور الفريكونسي اللي هيطلع بيها في الاخر الدامج ريسبونس بتاعتي او سوري الاندر دامج ريسبونس. ما هو ده فعلا الانجلر فريكونسي اوف اندر دامج ريسبونس. والاوميجا ان كان بيطلق عليه اندامبد ناتشرال فريكونسي، لكن اوميجا ان جذر 1 ناقص ثيتا سكوير اللي هو في الموقع ده هي انجلر فريكونسي، بيطلق عليها دامبد ناتشرال انجلر فريكونسي، دامبد natural angular frequency. وكلمة natural ليه يعني دخلوها في المصطلح؟ لأن دي تخص السيستم itself، ملهاش علاقة بالinput طبعا، صح؟ ده parameter يخص السيستم نفسه. فالوصول إلى الصيغة دي هيكون بنفس الايه، بنفس الخطوات اللي احنا مشينا بيها بنيوميريك اكزامبل زي ما انت شفتوا. الفاي بنفس الاسلوب برضو، لو احنا مثلناها باستخدام مثلث قائم الزاوية فهيبقى الضلع ده جذر واحد ناقص ايتا سكوير، وده ايه؟ ده ايتا. وهنا طب حد يقول لي الدياجونال يساوي كام؟ يساوي واحد، فدي الزاوية فاي. يبقى فاي دي يا إما أقول إن هي كوزين ماينس 1 إيتا، يا إما أقول إن هي ساين ماينس 1 جذر 1 ناقص سكوير، يا إما أقول إن هي تان ماينس 1 الجذر ده على إيتا. فلو عملنا سكتش إحنا للريسبونس ده هيطلع زي ما إحنا طبعا فاهمين، وهيبقى برضو نفس الكلام. لو إحنا جبنا قاع هنا وقاع هنا هيبقى المسافة الزمنية دي هي بكام بقى؟ حد يمليني؟ دي أوميجا إن روت واحد على زيتا واحد من زيتا سكوير، اتنين باي على أوميجا إن جاز تربيع الواحد من زيتا سكوير، اللي هي نفسها برضو اللي هي نفسها اتنين باي على أوميجا دي، صح ولا لا؟ اتنين باي على أوميجا دي، تمام. أوكي دكتور معلش، هو احنا ازاي وصلنا للجنرال فورم دي؟ يعني صعب ان انا اجيبها من الاكزامبل ده. لا هي ماشي، انا هي لان انا لو عوضت، انما انا يعني هجيبها يعني ايه؟ وافتح قوس اس تربيع زي 2 ايتا اوميجا ان اس بلس اوميجا ان سكوير وتعمل partial fractioning، هتجيب ال A وال C وال D بدلالة ال K وال Eta وال Omega N، يطلعوا زي ما يطلعوا، واخد بالك؟ هتبقى أصعب شوية طبعا، بس إيه، بس يعني هتوصل لنفس الـ A. وبرضو الجزئين دول هتحطهم في صورة إيه؟ ما هتبقى cosine Omega DT plus حاجة هنا sine Omega DT، بعد أنت ما تسمي Omega N جذر واحد ناقص تربيع Omega D، وبرضو تحط الكلام ده في صورة A sin omega dt plus phi، ومن هنا تجيب الـ A والـ phi بالأسلوب اللي احنا شرحناه ده، هتقدر إيه، وانت تقدر بقى تشتغل فيها في البيت وتثبتها ان هي الفورم دي. طب معلش يا دكتور دلوقتي انا ساعتها خلي بالك ان الفاينل فاليو هي bk، صح ولا لا؟ الفاينل فاليو اللي هي كانت 1.5، هل فعلا هنا في المثال بتاعنا الـ 1.5 كان الـ bk؟ ما هو الـ b هنا بكام؟ البي هنا كانت بكام؟ بثلاثة، صح؟ اللي هي الستيب. والكي كان بكام؟ باربعة على ثمانية اللي هي نص، فنص فعلا، فبي كي بواحد ونص، صح ولا لا؟ يبقى إذن دي الفاينل فاليو اللي هي بي كي. دلوقتي احنا عايزين ننتقل الى مرحلة ايه؟ عندنا ريسبونس. دكتور معلش بعد اذن حضرتك، اتفضل. في الرسمه اللي هي اللي عملتها في الثاني جزئيه دي اللي هي معموله بالالوان، معلش ليه الرايزنج تايم ليه
لا ما دي بقى انا بس كنت حابب ان انا اقول ان الاوفر والبيك فاليو اكيد هتكون اكبر من دي، لان احنا دلوقتي لما نيجي نحسب مع دي اللي انا كنت عايز اقولها هنا بقى، ان انا لو عندي دي عندنا الكلام ده في الفيديو ايه بقى ده ايه بقى ثانيه واحده بقى. طيب لو احنا عندنا الريسبونس ده لما جينا نعمل له سكتش زي ما اتفقنا هيبقى الفاينل فاليو اللي المفروض يروح لها بي كي وهيطلع بسكتش 0 وايه وهيوسيليت بالشكل ده تمام. فاحنا عايزين نقول احنا عايزين الريسبونس ده يبقى فيه مجموعه سبيكس بنوصف بيه الريسبونس ده، عشان في الاخر لو انا عايز اقارن ما بين سيستم وسيستم واقول مين الريسبونس فيهم افضل، طب هقول افضل باستخدام ويتش سبيكس صح ولا لا. فالسبيكس دي هي اللي هتساعدنا في الحكم على الريسبونس. فالسبيكس دي هنا يعني تم الاتفاق على ان احنا نقول ان احنا البيك فاليو دي مهمه، ولحظه البيك فاليو دي برضو مهمه كتوصيف للريسبونس، يبقى دي اسمها تي بي اللي هي بيك تايم، والمسافه ما بين البيك والستيد ستيت فاليو اللي المفروض استقر عليها بنسميها بيك فاليو او ماكسيمم اوفرشوت ام بي، ام سوري لا هنسميها ام بس. يبقى الام كابيتال دي معناها لو هتكتب عندك ان دي ماكسيمم اوفرشوت، فالماكسيمم اوفرشوت معناها الفرق ما بين البيك فاليو والستيدي ستيت فاليو اللي المفروض يستقر عليه، دي اللي هي الماكسيمم اوفرشوت. برضو تقاطع الريسبونس مع الفاينل فاليو فور ذا فيرست تايم دي لحظه مهمه لتوصيف الايه قد ايه السيستم سريع استجابته في البدايه، ودي بيسموها رايز تايم. وعندنا كمان بقى زي ما كنا نوهنا قبل كده ان احنا لو جينا هنا خدنا نسبة محددة من الفاينل فاليو وطلعنا بيها ونزلنا بيها نعمل انفلوب، لحظة دخول الانفلوب بالنسبة للريسبونس وما يطلعش منه تاني هي لحظة ايه؟ حد يفكرني؟ الستيتلينج تايم اللي هي زمن استقرار اللي هي تي اس. ففي بعض الناس تاخد الانفلوب ده بلس اور ماينس 2% من الفاينل فاليو اللي هو يستقر عليها من بي كي، اور ان هي تبقى بلس اور ماينس 5% من البي كي، بيسموها تولرانس احيانا. فاحنا عايزين نحسب التي ار بكام والتي بي بكام والتي اس بكام والام بكام بدلاله ايه؟ حد يقول لي بقى دلاله البي والكي والايتا والاوميجا ان. ايوه صح كده. فهنكتشف ايه بقى؟ هنكتشف الرايز تايم والبيك تايم والسيتلينج تايم مش معتمدين خالص على البي، مش معتمدين على الامبليتود اوف ذا ستيب. كمان خلي بالك ان الام دي نفسها زي ما احنا قلنا طبعا هتعتمد على البي كمان، يعني كنت الام ديت اكيد هتعتمد على البي وهتعتمد على كيو والايتا والاوميجا ان في الحاله العامه. طيب الام دي لو كانت بخمسة ده يبقى كويس ولا وحش؟ وحش يا دكتور. وحش ليه؟ قلت وحش عشان بيبعد، يعني هو اساسا السيتنج تايم بتاعه عند المفروض اللي هي السيت بوينت عند 3، هو لما بيزيد فيها الايه 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 يعني البي كي دي كفاليو بكام؟ لا 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 ما سيبك بقى من المثال اللي احنا مشينا فيه، احنا بنشتغل هنا بشكل عام بدلالة السيمبولز بي وكي وإيتا وأوميجا. المفروض يا دكتور أنا اسمها ريلاتيف للسيت بوينت. ريلاتيف لل ما هنا ما فيش مفهوم سيت بوينت، احنا مفهوم عندنا فيه إنبوت قصدك يعني. ماشي تمام. حسب يعني ريلاتيف بالنسبة للإيه؟ يعني حسب السيتلينج تايم عشان نعرف هتطلع وتنزل كام. هو الفكرة يا جماعة، الفكرة إيه؟ ان لو دي بخمسة والفاينل فاليو للسيستم هيستقر عليها
بـ80 مثلا، يعني البي كي دي قيمتها 80، يبقى 5 دي معقوله يعني، صح؟ تمام. لكن لو البي كي اللي هي القيمه اللي استقر عليها بـ15 مثلا، يبقى 5 دي كتير برضو. فال يا دكتور المفروض تبقى المستقرات كام؟ المفروض الاوفرسيتي نسبته كام عشان يبقى كويس؟ الايه؟ المفروض يا دكتور الاوفرشوت النسبه بتاعته اللي هي الام المفروض تبقى النسبه بتاعتها كام عشان يبقى نسبه اكسبتابل يعني بالنسبه للسيستم؟ بدل ما نتكلم على الام كماكسيمم اوفرشوت احنا نستبدلها ب ان برسنتج اللي هي تعرفها ام مقسومة على الفاينل فاليو دي كي في 100%، يبقى نسبة، يبقى دي ام بي ام سافكس بي بنسميها برسنتج اوفر شوت، سوري برسنتج ماكسيمم اوفر شوت، لان في كذا اوفر شوت هنا، احنا بنتكلم على اول اوفر شوت اللي هي بيسموها ماكسيمم اوفر شوت زي ما انتم طبعا متخيلين. فيبقى احنا ممكن نتكلم على ماكسيمم اوفر شوت براحتنا، ولكن المنطقي ان احنا نهتم اكتر ب الماكسيمم اوفر شوت ان برسنتج اللي هي برسنتج ماكسيمم اوفر شوت. فدي تعريفها اللي هي الماكسيمم اوفر شوت اللي احنا فهمناها مقسومه على الفاينل فاليو اللي احنا نستقر عليها عندها اللي هي البي كي في 100 ايه برسنتج. فلو كانت 5%، لو كانت 10%، لو كانت 7%، ده اكسبتابل يعني، صح ولا لا؟ كمان زي ما احنا قلنا طبعا يا دكتور لحد كام ايه؟ لحد كام؟ والله سؤالك ده بقى يعني محير، صح ولا ليه؟ لان انا قبل ما اقول لك كام، هو المفروض احنا، ودي هدخل فيها حالا، المفروض الريسبونس اوف ذا اوفرول كلوزد لوب سيستم احكمه انا، صح؟ احنا اتفقنا ان احنا هنختار السيناريو over damped او under damped، over damped او critical damped، او على الجانب الاخر اختار الريسبونس اللي هو ايه under damped، ده مقبول وده مقبول. فلما نيجي نختار الريسبونس ان يكون under damped as a closed loop system response يعني في الاخر، المفروض كمان نختاره ويكون good response. good response بدلالة ايه؟ بدلالة ان الرايز تايم يكون عند قيمه معينه على البيك تايم، صح؟ يكون عند قيمه السيتلينج تايم، الماكسيمم اوفر شوت. فلما انت تقول برسنتج 5%، طب حلو ماشي، طب ما انا ممكن 4% افضل. على فكره افضل حاجه للريسبونس ان يكون القيم دي كلها بصفر، تعرف كده؟ عشان يبقى هو الانبوت الاوتبوت بيتريس الانبوت. ده حاجه عظيمه جدا. طب ليه ما نحلمش ونقول ان احنا عايزين يبقى سيستم فيري فاست ان اتس ريسبونس، ونحدد القيم دي بالقيم اللي انت بتقولها دي؟ ها، لان يعني هو يا دكتور اعتقد لو حاولت اعمل حاجه زي كده هيطلع لي في حاجات بصفار وحاجات بانفينيتي، وانا يعني ما اقدرش اوصل لحاجه زي كده في اي سيستم في الدنيا يعني. زي فكره البارازيتكس كده في السيرك. لا، هيحصل ان انت هتعمل ديزاين كنترولر وكل حاجه بشكل رياضي، ولكنه الريالايزبل، غير قابل للتنفيذ. تمام. فاحنا هنا على مستوى الكورس بتاعنا، احنا لما ندخل في الديزاين يعني سونر، يعني هنقول والله انا عايز الماكسيمم اوفر شوت تبقى مثلا بـ7%، وعايز السيتلنج تايم يبقى مثلا كذا ثانيه او كذا دقيقه على حسب يعني تايم يونتس اوف ذا سيستم، ونعمل ديزاين. اوكي، لكن ما هو احنا ممكن نحط ديزاين افضل من كده، يعني نحط سبيكس افضل من كده. ايه اللي يعرفني ان دي افضل سبيكس، صح ولا لا؟ عشان كده احنا بقى في كورس في بكالوريوس ان شاء الله اسمه نظم التحكم بالحاسب باعتباره ادفانسد كنترول ميثودولوجيز، يعني احنا بدل ما نحط فاليوز احنا نقول لا، احنا عايزين اوبتيمال كنترول، عايزين تحكم مثالي. تحكم مثالي يعني ايه؟ يعني هات افضل ما عندك as a control system as a whole، فاهمني؟ لان خلي بالك احنا ممكن نحدد هنا ان الماكسيمم برسنتج اوفر شوت يكون 1%، مش ده افضل من انها تبقى 5% و6% و7، صح؟ طيب
تيجي تنفذ تلاقي ان المفروض الكنترول سيجنال تبقى ب 100 فولت، في حين ان ماكسيمم عندنا الكنترول سيجنال بكام فولت؟ ب 10 فولت مثلا. يعني احنا عندنا التوتال بقى كنترول سيجنال مش الانكريمنتال، يعني التوتال كنترول سيجنال المفروض هي في الستاندرد رينج ان اندستري من 0 ل 10 فولت. تكتشف وانت بتيجي تنفذ المفروض رياضيا لو بنعمل سيميوليشن يعني ان المفروض ماكسيمم يبقى ايه، قصدي من خلال سيميوليشن المفروض الكنترول سيجنال توصل لحدود 100 فولت. طبعا هيحصل ساتوريشن، مش هتقدر تنفذ اللي انت عايزه لان السيستم ليه السيستم ليه فيزيكال داينامكس، ما تقدرش تجبره اكتر من كده على ان يتحرك بسرعه. فاحنا في الاوبتيمال كنترول الحقيقه، وده المطبق يعني على ارض الواقع، ان احنا نجيب افضل ما عند السيستم. لكن حاليا بالنسبه للكورس بتاعنا كانترودكتوري في الكونفنشنال كنترول، احنا نقول يعني ان احنا عايزين القيم تبقى كذا وكذا عشان نقدر نجيب الكنترولر بارامتر زي ما احنا نشوف حاليا. طيب الله يخليك، انت اسمك مين؟ مين اللي بيقول؟ تمام، احمد مصطفى، مصطفى السيد. طب يا عم تقول لي اسمك عشان ده هيفرق. احمد ايه؟ احمد مصطفى، مصطفى السيد. ماشي. شكرا يا دكتور. ان انت من خلال المجموعه اللي بتعمل انتراكت، المجموعه اللي بتعمل انتراكشن دي هي اللي بتحسسنا ان احنا كاننا فيس تو فيس، صح ولا لا؟ لكن لو كل الناس ساكته ده يفايوليت. طب ما انا اسجل المحاضره بقى وابعتها لكم، ده هيفايوليت الانتراكشن والاحساس بالايه، بجو الفيس تو فيس اللي هو اعتقد ايه مفيد جدا للكل يعني. طيب انهاو تعالى نشتق بقى السبيكس دي بدلاله البارامترز. فاحنا انا عايز اقول بس ان الام بي دي هنلاقيها غير معتمد على ايه، على البي كمان. فانا اكتشف ان الام بي والتي ار والتي بي والتي اس كلهم معتمدين فقط على الايتا والكي والاوميجا ان بشكل عام، ومش معتمدين على الايه، على الامبليتيود اوف ذا انبوت ستيب. ودي حاجه بالمناسبه بتميز اللينير سيستمز، يعني بمعنى ان السبيكس اوف ذا تايم ريسبونس اللي احنا هنختارها دي فقط فانكشن في الايه، في البارامترز اوف ذا سيستم اتسلف. وبالتالي في الكتب ممكن تلاقيه ماشي بحته ايه، ان هو بيتكلم على يونت ستيب انبوت، بمعنى ان البي بواحد، لان البي مش هتفرق، او الامبليتيود اوف ذا تيست سيجنال يعني كستيب يعني مش هتفرق في قيم البارامتر زي ما احنا هنشوف حالا. طيب ناخد ريست كده 5 دقايق يا جماعه ولا 10 دقايق ونكمل الحته دي، ويبقى قدامنا تقريبا ساعه شغل. اوكي، مع السلامه. تمام يا دكتور. طيب فنكمل. طب اللي احنا كنا بنقول عليه بقى ازاي نجيب البارامترز، مش البارامترز معلش، نجيب السبيكس اوف ذا ريسبونس، سبيسيفيكيشنز اوف ذا ريسبونس في هذه الحاله، ان ايتا تكون من 0 ل 1، اكبر من 0 واقل من 1. ان احنا بنوصف الريسبونس بالاربعه سبيكس دول اللي هم قدامك، صح؟ الام بي، سوري، هنبدأ بالرايز تايم. هنبدأ بـ، طب ثانية واحدة كده، تعالى نبدأ بالرايز تايم. الرايز تايم ده أجيبه إزاي؟ يبقى هشوف الريسبونس نفسه هسويه بكام؟ هسويه بـ BK، صح ولا لا؟ و أشوف السوليوشنز هلاقي إن الريسبونس بيساوي البي كي
عند قيم برضو ايه من التايم بوينتس لا نهائية، فهاخد اول قيمة فقط وتبقى هي دي الرايز تايم، صح؟ يعني انا لو جيت عند الريسبونس اللي هو بالشكل العام as function of time واقول ان الكلام ده بيساوي بي كي، طبعا كل ده لما اقول عند تي تساوي ايه، عند تي تساوي تي ار، يعني اي تي هحط بدلها تي ار ويبقى الايكواليتي دي بتحصل عند تي ار. لو جينا بقى قسمنا الطرفين على البي كي، هنا هيبقى فيه واحد والواحد ده يروح مع الواحد ده، فيبقى كل اللي هنا ده بيساوي صفر ولا لا، وسيبك من ماينس. طبعا كل ده يساوي صفر معناها ان الترم ده يساوي صفر اللي هو اي اس ماينس اي تومنج ان تي ار، او الساين هي اللي بتساوي صفر. طب الترم ده لا يساوي صفر، صح؟ لا، يبقى الساين هي اللي بتساوي صفر. الساين تساوي صفر معناها ان جوه الساين يساوي ايه، يساوي باي باي او باي من هنا بيجي عدد زنها من الحلول. يعني يبقى اذا الكلام ده معناه ان اوميجا ان، او هنسميها اوميجا دي بقى اختصارا، اوميجا دي تي ار بلس فاي اللي هي تان ماينس 1 بس 1 ناقص تربيع على ايتا بيساوي صفر او باي او 2 باي وهكذا. لو خدنا الحل اللي هو بيساوي صفر هيدينا ان تي ار نيجاتيف، صح؟ وده ريفيوزد، فيبقى اول تقاطع مع الفاينل فاليو هيحصل عند ايه، عند ان الكلام ده يساوي باي، فده معناه ان تي ار هتساوي باي ماينس فاي ان راديانس، طبعا ده جزء 1 ناقص ايتا سكوير على ايتا، والباي دي ما ينفعش حد يقول لي ان هي 180 لان ده حساب تايم، صح؟ ما ينفع، لازم تبقى الزوايا لو هي موجوده لوحدها كده تبقى ان راديانس مقسومه على ايه، مقسومه على اوميجا دي اللي هي اوميجا ان، ده اللي هو ايه، ده اللي هو صح. يبقى ده اول ايه، اول سبيكس فاليو ان فانكشن اوف، هتلاقيها فانكشن فقط في ايتا واوميجا ان، صح؟ ما لهاش علاقه بالكي برضو. طيب عايزين نحسب ال وبرضو باي انسبكشن هنا لو ايتا زادت، طبعا احنا بنتكلم في حالة ان ايتا تزيد واحنا في الرينج من 0 ل 1، لان العلاقات دي مشتقة واحنا بنتكلم ان ايتا من 0 ل 1، اكبر من 0 اقل من 1، لكن كل ما تزيد يقل ولا يزيد؟ يكبر، صح؟ لأن المقام واحد تزيد يعني المقام يقل، ففي أرض تزيد. بالنسبة لأوميجا إن لو زادت يصغر، في أرض يصغر. مين اللي قال يكبر ويصغر؟ نخطيك أنا صامويل شكري. صامويل شكري. Second step, and then I think. معلش، هو الايتا لو قلت ايه اللي هيحصل؟ لو الايتا قلت يبقى الترم ده بيزيد تي ار تي ال. عشان التاني يعني كده كده زو يعني. بيأثرها في المقام اكتر من الترم ده. طب انا عايز اقول بقى البارامتر السبيكس، انا يعني في فرق ما بين بارامتر يا جماعه وسبيكس، صح؟ بارامتر ده حاجه تخص السيستم، وايضا السبيكس يخص السيستم، بس البارامتر باستمرار بيظهر في الموديل، في الموديل كوفيشنت زي ما احنا اتفقنا. طيب لو احنا عايزين نجيب البيك تايم والماكسيمم اوفرشوت، يبقى هنشوف بقى الريسبونس ده نعمل له التفاضل ونسويه بالصفر ولا لا، ونجيب ساعتها كل النهايات الصغرى والعظمى او اللحظات النهايات الصغرى. لما نيجي نعمل التفاضل ده هنقول بقى الاول في تفاضل الثاني زي الثاني في تفاضل الاول، الشغلانه دي هتلاقيها طلعت معاك بالشكل ده، يبقى دي اكس اوت. دكتور، هو في حل تاني؟
في حق يعني ممكن اقول في حل تاني اسهل من التفاضل ولا ايه هو اللي احنا يعني احنا عندنا اللي هو الاكس ممكن حاجه تجيب المعادله احنا عندنا الاكس اوت اوف تي دي ممكن تبقى ماكسيمم لو الساين بنيجاتيف واحد فالزاويه يعني اللي هو الثيتا اللي جوه اللي هي الاوميجا دي تي بلس فاي ديت هتبقى ساعتها بتساوي 270 ان يعني لو احنا جايبينها لو احنا بنتكلم على او 270 ان في باي على 180 لو احنا هنتعامل بالراديان يعني ومن المعادله دي نقدر نجيب التي بسهوله بس انت بس حكمك عرفت طب ما الناس استاذنتوا بس دقيقه يا جماعه نص دقيقه دكتور هو الشاشة واقفة ولا أنا معلق من عندي ولا إيه؟
معلش يا جماعة بعتذر ونكمل على طول. احنا كنا بنقول ايه بقى؟ الاخ اللي بيقول ان دي لما تكون ماينس 1 صح؟ اه يا دكتور. ما مش عارف عايزه مش حاسس بيها يعني لان انت الترم ده مضروب في ايه في ماينس اوميجا ان تي، فمش شرط لما يكون ده ماينس 1 يبقى ضرب في ده يديك الماكس فاليو، فاهم قصدي؟ فمش هينفع تيجي باي سنس كده، لازم تقول برضو الاول تجيب التفاضل والتفاضل. ما هو يا دكتور يعني اللي هو الاكسبوننشال ده انا مش هلعب فيه لان انا فعلا مش يعني حاجه انا مش عارفها، لكن الساين ديت انا عارف الليمت بتاعها. ايوه يعني بس انت لو بتتكلم على حاصل ضرب حاجتين ما تقدرش تقول ان الماكسيمم او المينيمم بتاعهم وتتناول حاجه منهم لوحدها، يعني دي رياضيا ما مش عارف مش مقتنع بيها. تمام بس أوه. عندنا الاسلوب العلمي هو ان انا اعمل التفاضل واخد الصفر. تمام يا دكتور. التفاضل ساعتها واساوي الصفر هيديك ايه بقى؟ هيديك الكلام ده، هيديك اوميجا دي، ودي تفهمها بسهوله عندك. روح المارك لو سمحت. حاضر. كوزاين اوميجا دي تي، لان هيبقى في تفاضل الساين فيها كوزاين، الالف في تفاضل تان زائد تان في تفاضل الالف. في تي طبعا بلس فاي ماينس ايتا اوميجا دي ولا اوميجا ان لان كان في اوميجا دي على الجذر التربيعي فالاوميجا دي فكتها باوميجا ان الجذر التربيعي، فالجذر التربيعي راح مع الجذر التربيعي، ويبقى بالمره هنا برضو اوميجا دي نشيلها ونحط بدلها ايه؟ أوميجا إن جذر تربيع الواحد ناقص إيتا تربيع ساين أوميجا دي تي بلس إيه بلس فاي، وطبعا البي كي موجودة بس لما نقول بتساوي صفر ونقسم الطرفين على البي كي فهتروح، فاهم قصدي؟ والكلام ده فقط عند لحظة إيه التي بي طبعا صح؟ واي لحظات اخرى فيها نهايات عظمى وصغرى صح. ف هنا الى ان هنقسم الطرفين كمان على اوميجا ان، فنعملها خطوه زياده واحد ناقص ايتا سكوير تحت الجذر الكوزين اوميجا دي تي تي بي بلس فاي ماينس ايتا ساين اوميجا دي تي بي يساوي صفر. فانتوا فاكرين المثلث زياده صح؟ يعني الساين هو الجذر التربيعي على واحد صح؟ وكوزاين هو ايتا. فيبقى اذا لو بصينا ان دي ساين فاي ودي كوزاين فاي، وبعد كده نقول بقى ساين كوزين ماينس كوزين ساين هيدينا ساين الفرق ولا لا؟ هيدينا ساين اوميجا دي تي بي ماينس فاي صح ولا لا؟ لا سوري انا هتكلم باسلوب هقولها على مرتين برضو، نقولها على مرتين. دي كوزين فاي ايه ده؟ دي ساين فاي، دي ساين فاي صح ولا لا؟ ساين فاي كوزاين اوميجا دي تي بي بلس فاي ماينس ايتا دي اللي هي كوزاين فاي ساين اوميجا دي تي بي بلس فاي. يبقى واضح دي ساين كوزاين ماينس كوزاين ساين، فدي اللي هي ساين ايه؟ ساين الفرق ما بين الزاويتين اللي هي ساين فاي ماينس الزاويه الثانيه. الزاويه الثانيه دي اللي هي ايه؟ اللي هي اوميجا دي تي بي بلس فاي، يبقى بتساوي صفر. الفاي هتروح مع الفاي، يبقى ده معناه ان ساين اوميجا دي تي بي يساوي ايه؟ يساوي صفر. في ماينس هنا وساين ماينس اكس هي نفسها ساين ماينس ساين اكس،
فتبقى معناها ان ساين اوميجا دي تي بي يساوي صفر برضو. ده معناه ان تي تي ان اوميجا دي تي بي يساوي ايه بقى؟ ما هو ساين اكس تساوي صفر يبقى اكس تساوي زيرو وباي واتنين باي وتلاته باي صح وهكذا. يبقى في عدد لا نهائي من المينيما والماكسيما. من هنا بقى لما نقول اللحظه دي ان اوميجا دي تي بي يساوي صفر، طبعا هي دي لحظه نهايه صغرى فعلا، لان احنا قلنا المماس الميل بتاعه عند اللحظه زيرو يساوي زيرو، فاكيد ان تساوي صفر مش هي دي عند لحظه البيك تايم اللي احنا عايزينها. طبعا هيبقى في نهايه صغرى يتبعها نهايه عظمى، نهايه صغرى. يبقى اذا الكلام عند باي ان اوميجا دي تي بي تساوي باي هو فعلا اللي بيحقق نهايه عظمى ولا لا، وعند 3 باي وعند 5 باي مظبوط الكلام ده صح. يبقى احنا هنا ممكن نجيب كل اللحظات اللي عندها نهايات عظمى وصغرى. فلو احنا اتكلمنا عن تي بي يبقى اكيد بنتكلم على ان الحل اوميجا دي تي بي تساوي باي. يبقى ده معناه ان تي بي تساوي باي على اوميجا دي اللي هي اوميجا ان جذر تربيع 1 ناقص تربيع بس. طيب الام نفسها كانت الديفينيشن بتاعها بيساوي ايه؟ يبقى اكس بي اكس اوت قصدي عند لحظه تي بي ماينس عند لحظه ايه؟ ما لا نهايه ولا لا؟ صح؟ اللي هي الفاينل فاليو. احنا عارفين ان الفاينل فاليو دي هي ايه؟ هي بي كي. طب اكس اوت عند لحظه تي بي يبقى بي كي في 1 ناقص يوس ماينس اللي هو الريسبونس بقى صح؟ الريسبونس شكله زي يوس ماينس ايتا اوميجا ان عند لحظه تي بي عجاز تربيع الواحد ناقص التربيع في الساين ساين اوميجا دي تي بس عند لحظه البي تي بي بلس فاي اللي هي 10 ماينس 1 قياس التربيع الواحد ناقص التربيع على ايتا كل ده ناقص البي كي. فواضح طبعا ان البي كي هتروح مع الايه؟ مع البي كي. و الترم ده كله هيدينا ايه؟ ما احنا هنعوض عن التي بي بالكلام ده، يعني التي بي هتساوي باي على اوميجا دي تي سوري التي بي بتساوي باي على اوميجا دي اللي هو من هنا هنحطها هنا اللي هي اوميجا دي نفسها. فالاوميجا دي هتروح مع الاوميجا دي ويفضل لنا ماينس اي اس ماينس ايتا اوميجا ان تي بي. طبعا تي بي برضو اللي هي باي على مقياس التربيع اوميجا ان مقياس التربيع الواحد ناقص ايتا سكوير على قياس التربيع الواحد ناقص ايتا سكوير ساين بقى ساين دي هتبقى باي بلس صح؟ باي بلس فاي اللي هي 10 ماينس 1 جذر 1 ناقص تيتا سكوير على ايتا. الكلام ده بيساوي ايه بقى؟ هو الساين باي بلس اكس مش بتساوي ماينس ساين اكس صح؟ يبقى الكلام ده بيساوي ماينس ساين 10 ماينس 1 اللي هي ساين فاي يعني اللي هي كانت جذر 1 ناقص تيتا سكوير على طول صح؟ من المثلث هي الماينس ده يروح مع الماينس ده والجذر ده هيروح مع الجذر ده فهيتبقى لنا فقط احنا نسينا حاجه يا جماعه نسينا ان البي كي دي مضروبه كمان في الترم ده فهتفضل هتبقى موجود بي كي برضو يبقى ماينس بي كي طير الواحد يعني دكتور ايه الطير الواحد لا ما هو البي كي هنا في واحد هو اللي هيروح مع البي كي مع ماينس بي كي دي والبي كي في بقيه القوس موجوده هنا الاوميجا ان هنا هتروح على الاوميجا ان هنا بي كي هتطير البي كي اللي هناك يعني في الواحد هيطير دي دي هتروح مع البي كي اللي هنا بس البي كي دي ما زالت مضروبه في كل القوس ده فموجوده هنا معانا كمان اهي فهتبقى بلس بقى بي كي في اي اس ماينس باي ايتا
على جذر تربيع الواحد ناقص سكوير بس كده. يبقى دي الاكسبريشن بتاع الماكسيمم اوفر شوت. صح دكتور؟ ايوه. هو دلوقتي لما جينا نجيب ال تي بي كان ينفع نقول ان التي بي دي هتحصل عند في اول نص سايكل واحنا معانا اصلا التايم بتاع السايكل كلها اللي هو كان بيساوي 2 باي على اوميجا ان جذر 1 ناقص تجيب التي بي التي بي بطريقه اخرى. فهجيب النص بتاع التايم يعني ده وفعلا هيطلع هو هل ده الكلام ده صح؟ شوف كده على الورق هل هيطلع نفس الاجابه. لو طلع يبقى قوله لنا بقى المره الجايه يعني بس عشان ما تعطلناش في الحته دي. تمام. بس الطريقه العلميه هي ان انا اعمل تفاضل واساوي بالصفر عشان اجيب النهايه العظمى والصغرى. فالام وصلنا بيها الى هذا الاكسبريشن لو قسمناها بقى على البي كي ونضرب في المية عشان نجيب الام بي فواضح ان الام بي ان برسنتج بتساوي ايه. هنقسم على البي كي ونضرب في 100 فهتبقى اي اس ماينس باي ايتا على جذر تربيع الواحد ناقص سكوير. صح في 100. فاحنا ممكن نقول بقى كده يعني تساوي 100 في اي اس ماينس مش عارف ايه ان برسنتج بس كده. فلو قلت لك ان الماكسيمم اوفر شوت مثلا ان برسنتج يكون 10% فهساويها ساعتها بايه. هقول 100 في اي اس ماينس مش عارف ايه يساوي 10 في الاخر على اساس برسنتج. لكن ممكن اقول لك الماكسيمم اوفر شوت يساوي كذا فساعتها ان انت بتساويها بالاكسبريشن ده بقى مش بتساويها بالاكسبريشن. صح دي حاجه بسيطه ومنطقيه يعني. دكتور ممكن بس اطلع فوق سنه بسيطه بس. اللي جوه التين ده الساين مش المفروض ان هو يعني ايكوال نيجاتيف ساين جذر واحد ناقص ايتا سكوير على ايتا؟ لا ماينس ساين 10 ماينس 1 يعني ماينس ساين الزاويه اللي التان بتاعها كذا. ماينس ساين. صح؟ طب موضوع السيتلنج تايم بقى ده ممكن نجيبه ازاي؟ دكتور معلش عندي سؤال. دكتور ممكن سؤال في الاوفر شوت. هو دلوقتي بالنسبه للاوفر شوت هل الاوفر شوت اللي هو بيبقى يعني اول اوفر شوت نيجاتيف كمان هل بيبقى ليه اهميه في السيستم ولا لا؟ اوفر شوت الثاني صح؟ اللي هو ثاني اوفر شوت على طول. هل بيبقى ليه لو احنا شفنا ثاني اوفر شوت تقدر تجيب القيمه بتاعته؟ اعتقد ان انا هعوض بقى يعني كان عندي 0 أيوة. باي هتبقى باي. ايوه يعني التي بي هنا هي البيك تايم. السكند بيك تايم احنا هناخد بقى 3 باي صح. يبقى السكند بيك تايم هو 3 باي على اوميجا دي. لو عوضنا في الريسبونس لو عوضنا في الاكسبريشن ده هيدينا السكند اوفر شوت. يبقى هو الاكس اوتبوت عند لحظه السكند اوفر شوت ماينس برضو الفاينل فاليو هتطلع برضو. انت احسبها انت. هو بس يا دكتور وانا مش سؤالي ده هو انا بتكلم على تاني اوفر شوت مش لو اوفر شوت اللي هو الاندر شوت بقى يعني ان انا اللي هو يعني انا طلعت فوق الفاليو بتنزل. اكيد الاندر شوت هيبقى قيمته اقل من الماكسيمم اوفر شوت. يعني الفيرست اندر شوت اكيد قيمته هتبقى اقل فيبقى الاولاني خالص معبر عن الكل اللي هو الماكسيمم اوفر شوت. تمام. هو بس يا دكتور هو انا كنت بسال لان انا لقيت في الفانكشن بتاعه الماتلاب اللي هي ستيب انفو اللي هي طيب. بتجيب لي يعني الستيب ريسبونس بيطلع لي بيجيب لي الانفورميشن بتاعتها كلها لقيت ان هو دايما بيديني اللي هو يعني ايه بيديني اللي هو بيسمي حاجه اسمها نيجاتيف اوفر شوت. انا ممكن اطلب منك حساب الماتلاب يعني انا ممكن اطلب منك حساب الفيرست اندر شوت. يبقى ساعتها التايم بتاع الاندر شوت هو ان انت تعوض ب 2 باي على اوميجا دي بقى صح. تمام. هل هو الماتلاب بيحط الفانكشن دي يعني بيديني ده هل هو ليه امبورتنس او سيجنيفيكانس معين في اي سيستم انا بعمله ولا هو بس بيحطها كده يعني لاجل المعرفه؟ يعني انت لو عايز تعمل سكتش للريسبونس مانيوالي كده بسرعه. تمام. ان انت عايز تشوف سكتش كده سريع. طيب موضوع سيتلنج تايم بقى ده برضو موضوع ايه يعني تعالى نشوف بقى هنعمله ازاي. يعني احنا عندنا هنا الريسبونس زي ما احنا اتفقنا اهو
ودي الفورم فاليو اللي ممكن انت نستقر عليها وبيكون بالشكل ده. واحنا اتفقنا على ايه؟ على الانفلوب هي ده. بس ثانيه واحده اجيب الصفحه دي. فانا هنا مثلا اهو ادي الانفو وانا اتصور ان شكله كده يعني. وهنتكلم ان هو 2% يعني بلس اور ماينس 2% من الفاينل فاليو اللي هي بي كي. وده تايم وده اكس اوت اوف تي. فالمفروض كنت اعمل ايه؟ كنت المفروض اعمل كده ان الاكس اوت عند لحظه السيتلنج تايم ما تساوي البي كي 1 ناقص اي اوس ماينس. الريسبونس كان شكله ازاي؟ يوس ماينس ايتا اوميجا ان تي ايتا اوميجا ان تي بس هنقول عن تي اس كمان ده ناقصه مع جزء بير واحد ناقص ايتا سكوير ولا ايه؟ ايوه في الساين ساين اوميجا دي تي بي تي اس قصدي عند لحظة تي اس بلس فاي فاي اياها بقى اللي هي تان ماينس وان جذر واحد ناقص ايتا تربيع على ايتا. الكلام ده كله المفروض نسويه بايه؟ طب حد يقول لي 0.98 تي كي ومره ب 1.0 لان هنا وارد انه يتقاطع مع واحنا فوق الفاينل فاليو او من تحت الفاينل فاليو صح 0.02 من البي كي صح ولا لا؟ وانت عندك هنا الانفلوب ماشي لغاية الاخر هنا كده اهو. فلما نيجي نحل بان احنا نساوي 0.98 من البي كي هنجيب كل اللحظات دي صح؟ هنجيب كل اللحظات دي. ولما نيجي نساوي ب 1.02 هنجيب كل اللحظات اللي دي صح؟ حد بقى جاوبني على السؤال ده. هل ان انا احل المعادله دي مره اساوي بالكلام ده ومره اساوي بالكلام ده هيدين عدد لا نهائي من الحلول ولا عدد محدود من الحلول؟ عدد محدود. ايوه برافو عليك عدد محدود صح كده. لان احنا عندنا في اللحظه اللي انت شايفها دي شايف اللحظه دي هو الريسبونس بيتقاطع مع 1.02 مثلا يعني هي جت كده يعني وبعد كده ما بيتقاطعش مره اخرى لانه بيدخل في الانفلوب وايه وما بيخرجش منه. هيبقى هي دي لحظه تي اس اللي انا ببحث عنها صح ولا لا؟ اللحظات دي طبعا ما اسمهاش تي اس هي اسمها لحظات التقاطع مع القيمه دي او القيمه دي. اختار منها اكبر قيمه ولا لا صح ولا لا؟ اللي هي اخر قيمه كان بيتحقق عندها الحل ده او ده بس كده صح ولا لا؟ بس الكلام ده علشان احله يعني المعادله دي عشان احلها دي طبعا بيسموها نون لينير ايكويشن فهي عايزه نيوميريكال ابروتش يوزنج ترايل اند ايرور باستخدام سوفت وير مش هنقدر نجيب exact expression أو analytic يعني solution. لكن لو إحنا عايزين نجيب approximate value إحنا ممكن نتكلم على إيه؟ على إن الواحد ناقص ال coefficient اللي مضروب في الساين ده هو مش coefficient بمعنى إن هو constant يعني معناها إن هو إيه برضو function of time
يعني الـ expression بتاع الـ output as function of time هو bk minus bk في e أس minus eta omega n t على جزء تربيعي الواحد ناقص theta square sin omega dts plus a plus 4. فالجزء ده اللي مضروب في الساين بيسموه envelope of the sign. يعني انتوا فاكرين لو احنا بنعمل مش عارف خدتوها طبعا في كورس communication ولا حاجة اللي هو frequency modulation او amplitude modulation AM او FM, كنا نضرب السيجنال اللي هي عايزين نبعتها في الكارير, فالسيجنال نفسها تعتبر الانفلوب اوف ذا كارير. المهم يعني لو رجعنا تاني للعلاقه الرياضيه دي, طبعا ده فانكشن اوف تايم بشكل عام, يعني لو جبنا دي, لو شلنا تي اس واتكلمنا عن ان دي فانكشن اوف تايم وبنرسمها اللي هي الاكس اوت اوف تي, فيعتبر ان البي كي minus EK E أس minus eta omega n t عكس تربيع الواحد ناقص a square is the a is the envelope of this sinusoidal a response. فلما نيجي نرسمه هنرسمه بالشكل ده بقى, كأن في عندك ايه, كأن في عندك حاجة بالشكل ده. يبقى الشكل اللي انت شايفه ده هو الفانكشن اللي هي bk minus a أس minus eta omega n t عجز تربيع الواحد ناقص theta square. طب ودي طبعا هنا بلس مرة وهنا minus, معلش. يبقى هنا bk minus a أس minus eta omega n t مقسومة على عجز تربيع. هل واضح يا جماعه؟ دكتور هو خلي بالك, معلش, القيمه دي مش عند الملا نهائي, يعني دي مش تروح للملا نهائي. ليه؟ لان عند تي تساوي صفر القيمه دي هي بي كي بلس واحد على ايتا اوميجا ان, صح؟ وعند عند التي بتساوي صفر القيمه دي هي بي كي ماينس واحد على جذر واحد ناقص ايتا سكوير, فجايز تكون نيجاتيف طبعا. ليه؟ لان انت عندك هنا دي واحد على ايتا ممكن تبقى نص مثلا, فدي ربع, فواحد على جزء تربيعي اللي مش عارف كام, فالبيكي, فاذا القيمه دي قد تكون بوزيتيف او قد تكون ايه, بس عمرها ما تكون بوزيتيف لان ده انفلوب لازم يجي من تحت الكيرف ده, فاكيد هتبقى نيجاتيف. وخد اي مثال كده وهنا بوزيتيف. فلما نقول الانفلوب ده هو اللي بيتقاطع مع الانفلوب, الانفلوب ده يتقاطع مع الانفلوب ده وبعد كده ما يخرجش, يبقى لحظه الدخول هي لحظه السيتلنج تايم ابروكسيميت. فلو احنا اخترنا القيمه اللي فوق والقيمه الانفلوب اللي فوق والانفلوب اللي تحت ونحل, هناخد برضو اكبر ايه, اكبر قيمه فيهم. بمعنى ان احنا هنقول بي كي ماينس ولا بلس, بلس ناخد بلس, بي كي E أس ماينس إيتا أوميجا إي عجز تربيع الواحد ناقص إيتا سكوير, حتى يقول لي إيتا وكام؟ دكتور معلش, هو الإنفلوب ده اللي هو اللي مضروب في الساين بس, مش بي كي ناقص بي كي, مش يعني مش هو الترم اللي في الشمال اليمين ده بس؟ لا لا, ناخد ده كمان معانا. دي لو لوحدها بتبقى واضحة. إيه؟ دي لو لوحدها بتبقى واضحة إن هي إنفلوب, لكن لو في ترم ثاني بناخده معاه لان ده كونس. ايوه بس ملوش علاقه بالساين, يعني هو الانفل هو الانفل. بس الاوسيليشنز بتحصل كتوتال ريسبونس, يعني انت بتشوف التوتال ريسبونس ولا بتشوف الجزء ده هو اللي بيدخل في الانفلوب؟ ما هو التوتال ريسبونس متلفت لفوق. ما احنا فهمني يا سيدي, لو احنا اكتفينا بس بالجزء ده هتلاقيه بيوسيليت حوالين الصفر, لكن الجزء ده بيكون موجود علشان يعمل الشيفت اللي هو بنبقى عايزين التقاطع مع حاجه غير الصفر. فهمتني؟ تمام.
فبس جاوبني بقى على الحتة دي لو انت معايا، هساوي الكلام ده 0.8 0.98 بي كي ولا 1.02 بي كي؟ وهعمل ماينس مرة، هعمل ماينس واساوي 0.98 من دي كي، احل هنا واحل هنا والقيمة الاكبر هي اللي اخدها، صح ولا لا؟ بس برضو احنا بنتكلم على ايه؟ على بحث بشكل approximate للسيتلنج تايم. طبعا الكلام ده عند السيتلنج تايم approximately، وطالما احنا كده كده بندور على approximate value يبقى ايه، ممكن نكتفي بس بالايه، بالقيمة بتاعت التقاطع وانا نازل من فوق. سيبك بقى من القيمة واحنا طالعين من تحت لان هيكونوا قريبين من بعض. فلو عملنا كده هنقسم الطرفين على ايه؟ على بي كي. هنقسم الطرفين على ايه؟ على بي كي. والواحد ده نجيبه الناحية التانية، فيطلع لنا ايه؟ اي اس ماينس ايتا اوميجا ان تي عند لحظة settling time يعني على جهاز تربيع الواحد ناقص سي سكوير. حد يقول لي بيساوي كام بقى؟ 0.02 صح؟ يبقى ده معناه ان اي اس ماينس ايتا اوميجا ان تي اس بتساوي كل ده طبعا تقريبا يعني خلاص 0.02 من الجهاز التربيع الواحد ناقص سي سكوير. هناخد لين الطرفين، وهناخد لين الطرفين هندخل الجزء ده في اللين، صح ولا لا؟ واحد ناقص سي سكوير. هناخد لين الطرفين هندخل الجزء ده في اللين وهتعقد تاني. فعايزين احنا كده كده بنعمل ابروكسيميشن، فهنقول ان ايتا اقل من واحد طبعا صح، واكبر من صفر. في ايتا سكوير اقل بكتير من ايه؟ من واحد، فيمكن اهمالها بالنسبة لواحد. طيب الكلام ده برضو بنقدر نقول ان هو ماينس اي اوميجا ان في اس بتساوي تقريبا 0.02 صح ولا لا؟ هناخد لين الطرفين بقى دي ايتا اوميجا ان في اس تساوي ماينس لين 0.02 اللي احنا تقريبا قلنا تساوي 4 في ال ماينس 4 قصدي، ومع الماينس بيروحوا، يبقى ده معناه تي اس بتساوي تقريبا 4 على ايتا اوميجا ان. خلاص يبقى ده يعني اكسبريشن تقريبي للسيتلنج تايم. لو احنا خدنا توليرانس 5% ومشينا بنفس الخطوات 0.05 بدل 0.02 هيدينا ان تي اس بتساوي برضه تقريبا هيبقى 3 بقى لين 0.05 بماينس 3 على ايتا اوميجا ان في حالة ان 5% تولرانس is adapted. طيب مش عارف الوقت جري النهاردة، عايزين ندخل في جزء الديزاين شوية كده، لكن ممكن نركز فيه اكتر ايه المرة الجاية ان شاء الله مع بعض. في سؤال حتى الان يا جماعة؟ معلش برضه يا دكتور. طيب خدمت. يعني برضو اللي هو الرايزنج تايم، يعني ليه لما الايتا بتقل الرايزنج تايم يعني بيقل برضو؟ رايز تايم، ما هو الاكسبريشن بتاع الرايز تايم كان فين؟ لو تي ار طب مش اكسبريشن، بس لو مثلا جيت عوضت في المعادله اللي هي الاصليه بتاعت الاكس اكس 0 دي اكس اوت اوف تي، هعوض مثلا بالقيمه الاولانيه اللي هي التقاطع مع بي تي بي كي يعني، ولا هعمل ايه بقى؟ انا بشاور عليه ده مش ده expression of rise time معايا، سامعني ولا لا؟ ايوه دكتور. يبقى تقريبا انا اتاخرت بس قبل لما دخلت فما سمعتش الحته دي. واضحه دلوقتي من المعادله لما نيجي نعوض فيها. انت لو زادت المقام ده كله بيقل فالرايز تايم يزيد برضه، بس زادت واحنا بنتكلم في حدود من 0 ل 1 لان الاكسبريشن ده فاليد في حاله ان ايتا تكون اكبر من 0 واقل من 1. يعني ما حدش يقول لي زادت بحيث توصل ل 2
وإلا الكلام ده هيبقى نيجاتيف وهيبقى غير طب غير منطقي إن أنا أعوض أساسا في الإكسبريشن ده، صح ولا لا؟ طيب إحنا بس عشان محاضراتكم اللي جاية مع دكتور أشرف أعتقد يبقى إيه، إحنا هنكمل المرة الجاية إن شاء الله in time، وندخل بقى في حتة بتاعت الديزاين نفسه بتاعت كنترول اللي هي أهم موضوع في الكورس، استفادة من إيه من الجزء بتاع time analysis اللي إحنا لسه مخلصين. انا بس مش فاهم، انا لما سويتها ب 1.02 بي هي عند اللحظه دي، ما هي عدت قبل كده على 1.02 بي كي، يعني عرفت منين ان هي عند السيتنج تايم؟ مش معقول ان الانفلوب هيتقاطع قبل مع ال 1.02 قبل الريسبونس، هو اكيد هيتقاطع مع ال 1.02 بعد الريال ريسبونس نفسه، فاهمني؟ يعني التقاطع ده هيدينا إجابة واحدة، يعني الانفلوب ده طبعا أنا وأنا راسم هنا المفروض الرسمة اللي فوق دي كلها لو إحنا نعمل لها شيفت الايه لتحت كده، صح؟ بحيث تتوافق مع اللي إحنا رسمينه يعني، بس برضو خلي بالك مش هتبقى إكزاكت كده، يعني لحظة تقاطع الريسبونس الحقيقي مش هي نفس لحظة تقاطع الانفلوب في نفس اللحظة، لأن احنا بنتكلم على approximation، فأكيد هتبقى ايه يا إما متأخرة شوية عنها يا إما متقدمة عنها شوية، فممكن تبقى متأخرة عنها شوية كده، صح؟ اللي هي اللحظة دي شايفها؟ اللي هي دي، صح ولا فاهم قصدي؟ اوكي. ايه سؤالك؟ طيب هل انا جاوبت سؤالك كده ولا ماشي كده؟ دكتور اتفضل. هو مش هيبقى لو هو فعلا الجزء اللي فوق ده يبقى بي كي زائد بي كي في اكسبوننشال. صح كده، برافو عليك والله، كويس عشان ما حدش يبقى اكيد هنا في بي كي برضه، صح برافو عليك، ايوه وهنا برضه في بي كي، معلش انت اسمك ايه؟ محمد خالد رضا. محمد خالد، طب واللي قبليك اللي سألنا اسمه ايه؟ حسين محمود. محمد خالد وحسين ايه؟ محمود. ماشي، استنونا بقى يا جماعه عشان ناخد برضه الاسئله. دكتور معلش، طب حضرتك ما خدتش اسمك يعني. طيب اسمك ايه؟ انجي خلف احمد. طب انجي كنت جاوبتيني على ايه؟ او انا كنت بسال على الرايزنج تايم، وحضرتك قلت لي نشرح في الجزئيه اللي بعدها، بعد كده سالت عليها تاني يعني. انجي خلف. انجي خلف. تمام، شكرا. نتقابل على خير المره الجايه ان تايم يا جماعه، ان شاء الله ما يبقاش فيه تاخير، ونعوض الجزء اللي اتاخرنا فيه، بحيث يعني ناخد بقى موضوع الكنترولر ديزاين كده از باكج، وموضوع مش صعب بعد فهمنا لكل الموضوع التايم اناليسيس ده والافكار الاساسيه طبعا اللي سبقت الكلام ده. ان شاء الله نتقابل على خير، مع السلامه.